تقدم كبير، هناك فصول أو حقوق تم تضمينها بشكل جيد وصياغتها بشكل جيد. ولاحظوا في عمل اللجان أو لجنة الحقوق والحريات بالتحديد يعني جهد كبير قاعدين يقوموا فيه يقوموا به بعض النواب وبعض الأعضاء هذه اللجان من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان، من أجل تطوير منظومة الحريات، ولاحظوا هذا من خلال الاقتراحات والاقتراحات المضادة ومن خلال التصويت أيضا. لما نحب نكتب دستور ثورة ودستور جاء بعد مرحلة طويلة من الاستبداد، من القمع، من قمع الحريات، من الاعتداء على الحريات، الغاية هي تضمين هذه الحريات في النص الدستور وليس البحث عن القيود المضروبة على هذه الحريات. اليوم في لجنة الحقوق والحريات هناك بعض الحقوق والحريات اللي تم تقييدها بمفاهيم غير دقيقة، بمفاهيم غامضة. نأخذ على سبيل المثال حرية التعبير، حرية التعبير، حرية الإعلام، وحرية الإبداع. في التقرير المتعلق بتقدم أشغال لجنة الحقوق والحريات جاء في مقترح الفصل 14 أنه حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الإبداع تمارس مضمونة وتمارس في حدود احترام النظام العام والأخلاق الحميدة. ما نغان مش مفهوم الأخلاق الحميدة، شو معناه النظام العام؟ أين يبتدأ النظام العام وأين ينتهي؟ أين تبتدأ الأخلاق الحميدة وأين تنتهي؟ هذه مفاهيم فضفاضة، مفاهيم واسعة، مفاهيم قابلة للتأويل في هذا الاتجاه كما في الاتجاه الآخر. هذه مثلا لما نقرأ في خصوص حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، اللي هو حق من الحقوق الأساسية، سواء كان يعني لرجال الإعلام الوصول إلى المعلومة أو حتى للمواطنين، يعني حق من حقوق المواطنين، ويقيد هذا الحق بمفهوم الأمن العام، يعني لما لا يتعارض هذا الأمر مع الأمن العام. ماذا يعني الأمن العام مرة أخرى؟ أين يبتدأ الأمن العام وأين ينتهي؟ هذه مفاهيم لا يمكن ضبطها ووضعها في الدستور. يعني في نهاية الأمر الدستور باقي أو باب الحريات باقي قاعد يتصاغ بشكل أو بروح تبحث أكثر عن التقييد منها عن ضمان الحريات. يعني في نفس الفصل تلقى ضمان الحرية وسلسلة من القيود المضروبة على هذه الحرية. ربما في بعض الأحيان هذه القيود ضرورية، ربما في بعض الأحيان هذه القيود مقبولة، ربما في بعض الأحيان هذه القيود حقيقية، ولكن موقعها وموطنها ليس الدستور. موقعها وموطنها هو إما التشريع، القوانين هي اللي تقيد الحريات وتضبط وتنظم طريقة ممارسة الحريات في إطار منظومة ديمقراطية. موقعها هو في الممارسة السياسية وفي الممارسة المجتمعية، المجتمع تدريجيا عبر الممارسة بتاعه هو اللي يضع قيود اجتماعية لممارسة الحرية حتى لا يتم الاعتداء على حرية الآخرين تحت شعار ممارسة الحرية. ثم في نهاية الأمر هناك معيار أساسي لتقييد الحرية وكان يمكن للجنة الحقوق والحريات الاكتفاء به، هو أن الحرية هي الأصل وأن الحرية هي المبدأ، وأنه لا يمكن تقييد الحرية إلا في حدود مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة، le principe de la nécessité et le principe de la proportionnalité. معناها أنه ماشي مجال في كل فصل نقول الحرية مضمونة وهي القيود نتاعها، الحرية مضمونة وهي القيود نتاعها، ونبدأ نعمل قائمة طويلة وعريضة من القيود المضروبة على الحريات. في فصل واحد في بداية باب الحقوق والحريات لما نعلن عن مبدأ الحرية نقول بأن الحرية هي الأصل، الحرية هي المبدأ، ويمكن تقييد الحرية في نطاق مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة، ولا نحتاج فيما بعد للعودة في كل فصل لتقييد الحريات. ماذا يعني مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة؟ أنه لا يمكن أن نقيد الحرية إلا إذا كان ذلك ضروريا لحماية حقوق الآخرين وبالتناسب مع المخاطر. يعني لا يمكن تقييد الحريات يعني حرية والذهاب إلى أقصى التقييد في حين أن المخاطر في الاعتداء على حرية الآخرين أو في تقييد حرية الآخرين هي مخاطر محدودة. يكون هناك تناسب بين عملية التقييد
والمخاطر المترتبة عن ذلك، سواء تعلق الأمر بأخلاق حميدة أو بنظام عام أو بمقدسات أو بأمن عام أو بصحة أو بأخلاق أو كل ما تريد. مهما كان الموضوع التحديد، مهما كان السبب، سبب التقييد، فإنه مرتبط بمعيار واحد هو معيار التناسب ومعيار الضرورة. أعتقد أنه المبدأ في كل هذا هو لما نكتب الحقوق، باب الحقوق والحريات، ما يلزمناش نخافوا من الحرية. اللي يكتب باب الحقوق والحريات ما يلزموش يخاف من الحرية. الحرية لازم يبحث عليها وليس يخشاها. إذا خشينا الحرية وبدينا دخلنا في منطق الخشية والخوف من الحرية، وربما يعني لديبوردمات نجم تصير كيصير هكا، لازمنا وقتها خرجنا من فلسفة الحرية، من ثقافة حقوق الإنسان، ودخلنا في ثقافة السلطة، في ثقافة يعني الهيمنة، وفي ثقافة محاولة يعني تقييد حقوق الإنسان والحريات. لكن نثمن ما يحدث داخل لجنة حقوق الإنسان، وخاصة عمل النواب يدافع على الحرية، ونريد أن يكون لدينا باب للحقوق والحريات يرتقي إلى مستوى انتظارات.